كل الامور اللي بنتكلم فيها هي امور ممكن تكون بترجح كفه النادي الاهلي، سواء انطلاقه بدوافع مميزه في بطوله الدوري، بطوله مهمه زي بطوله سوبر افريقي بتضيف لقب قاري جديد، وكمان امور اخرى بتكون مهمه بتتعلق بتواجد الجماهيري في هذه المباراه. والاجواء بصراحه هناك مميزه جدا في الملاعب القطريه، وانا كنت موجود معاهم في كاس العالم وشفت ولمست في الحقيقه دور جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى قريب من الملاعب بحكم الطبيعه بتاعت الملاعب هناك، بالتحديد ملعب احمد بن علي ملعب مميز جدا. في لقطه مهمه قوي عايز اتكلم عنها مع حضراتكم، وهي لقطة يعني محتاجة تعليق ومحتاجة نقف عندها شوية عشان تقفل باب الشائعات المستمر على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المميز جدا والملتزم بشكل كبير قوي وملحوظ مع الفريق على مدار فترة طويلة سابقة، وحتى في ظل وهو بعيد عن قائمة النادي الأهلي الراجل بيشارك هو في التدريبات بشكل مميز وبتركيز وجدية كبيرة ومنتظر توقيت مشاركته، لأن أكيد هيشارك سواء هو أو بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش على مدار الفترة اللي فاتت بسبب كثرة البطولات اللي موجود فيها النادي الأهلي واللي بيحاول النادي الأهلي دايما أن هو يحققها، فبالتالي بتبقى الأمور طبيعي جدا هتلاقي ناس كتير بتشارك مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. الأهم هي العلاقة المميزة، هي علاقة ود واحترام ما بين رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وعناصر الفريق، وأنا عايز أركز على اللقطة دي تحديدا. ليه بقى؟ لأن ناس كتير تتكلم، ومش الفترة اللي فاتت بس، لا ده من ساعة ما كهربا جه النادي الأهلي الكل بيقول لك ايه كهربا ازمات كهربا هيمشي، في بعض الامور اللي حدثت والاهلي اعلن عنها بعقوبتها بكل شيء، لكن الفتره الاخيره تحديدا النغمه هي مستمر ما بتتغيرش. كهربا ماشي، كهربا اصلا ما بيلعبش، اصلا متخانق مع موسيماني، اصل علاقته بالاداره سيئه، اصل اداره النادي الاهلي عايزه تتخلص من كهربا. الصوره دي كفيله بالرد على كل هذه الشائعات، علاقة ود وحب، وكمان تصريحات الكابتن محمود الخطيب عن كهربا في إحدى البرامج التلفزيونية قبل انتخابات النادي الأهلي الأخيرة كانت واضحة جدا جدا تجاه اللاعب إن هو ملتزم وإن هو لعيب مميز ومهم بالنسبة للنادي الأهلي. يعني العلاقة طيبة، الود موجود والحب موجود، ده أمر وده شق مهم، لكن في نفس الوقت الشق الأهم هو الجانب الفني، وده اللي بيختص بيه مستر بيتسو موسيماني، هو اللي بيحدد قراراته مين يلعب ومين ما يلعبش. لكن الاهم بالنسبه للجميع وكل من هو متواجد في قائمه النادي الاهلي ان هو يكون مركز ازاي يجد لنفسه الفرصه، ولما تجيله فرصه يمسك فيها بايده واسنانه كده زي ما احنا بنقول بالعاميه، علشان يقدر يشارك في القاب النادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي المختلفه. كلنا ثقه في كهربا، كلنا ثقه في كل زمايله في الفريق، ان شاء الله باذن الله يفرحوا جماهير النادي الاهلي يوم الاربعاء. ده أمر من الأمور المهمة جدا اللي حبينا نتكلم فيها وتعليق غاية في الأهمية بخصوص محمود عبد المنعم كهربا. طيب الأهلي واجه الرجاء المغربي في عدد من المباريات قبل كده، ومباريات كلها كانت أكيد مهمة، في بالتحديد نسخة دوري أبطال أفريقيا 1999 بدور المجموعات، انتهت مباراة الذهاب، دي كانت أول مباراة ما بين الأهلي والرجاء بخسارة الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وكان جاب الهدف ده اللاعب خباش لاعب الرجاء في هذا التوقيت. مباراة العودة كانت في المغرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، كان أحرز هدف الأهلي في التوقيت ده محمد فاروق لاعب النادي الأهلي ومهاجم الفريق في هذا التوقيت. المباراة الثانية كانت في نسخة 2002 بدور المجموعات وانتهت مباراة